لكم، نتمنى تكونوا بخير. اليوم جيتكم فيديو جديد راح ندير فيها حلوة المشقة. نروحو نشوفو المقادير. عندنا 2 حبات بيض، فلون فخاز، دو بوات. عندي هنا 2 مغارف كبار تاع مايزينا، 2 مغارف كبار تاع سكر، ومغرف صغيرة تاع لاليفور، فارينة مع ليكستخي تاع الفخاز. إذا درتو فلون فاني ديرو لا فاني، إذا درتو شوكو عندكم ليكستخي تاع شوكولا. نروحو طريقة التحضير. نحط البيض، نزيد عليه السكر، نزيد معاه الفلون، مع ليكستخي تاع الفخاز، نخلطو كامل المقادير كيف كيف. لازم هذا الكاطو لازم نديرلو نضربوه بالباتر باه تخرجنا الكاطو تاعنا ناجح، اون بلوس يتشققنا من الفوق. لازم تضربو مليح بالباتر حتى تولي نكخام. بعد ما ضربتو مليح بالباتو لازم تضربوه مليح. كل راكو راح نديرو جينواز، تبقاو طلعوه حتى يتضاعف الحجم تاعو. من بعد انا نسيت ما هدرتش على الزيت، عندنا هنا نص كاس زيت، نبقاو نفرغو في الزيت غير بشويه، نطلعو ميم طون نفرغو في الزيت غير بشويه، ما تفرغوش كامل. بعد ما كملت كامل الزيت نزيد 2 مغارف هادو تاع المايزينا، سمحولي على الصوت تاع الباتور يدير بزاف الحس. وكاني هنا كملت به، نبدا نزيد في الفرينه. الفرينه تقريبا ندرنا 2 كيسان وشويه، ما تكثرهاش الفرينه سينو ما تشققش وتجيكم يابسه. نزيد لها مغرف صغيره لاليفور، نتو ديرو في مغرف تاع قهوة صغيرة، زيد لها شوية،
نحيتو كان هذا كملت بيه. نبدأ نحط في الفرينة المغرب بيدي ما نعجنهاش، هذه الكمية تخرج لي 21 حبة. وصفة بزاف هايلة ومن زمان يديروها. نزيد لها فرينة، غير تلملنا نحبسو ما نكثرلاش الفرينة باه تجينا مشقة. مازال خاصة نزيد لها. هاي الكبات تاعي بعد ما تلمت جات طرية ما شاء الله، ما نزيدلهاش الفرينة، خلوها طرية باه تنجح لنا الوصفة. دوك نروح نشكل حبات تاع الكاطو. هنا تلمت لاباط تاعي وعندي هنا سكري كلاص، درت هنا ديبول رميتهم في السكر وحطيتهم في الكيسات. ندير معاكم حبيبات، ندير ديبول، نمدهم مليح في السكري كلاص، نحطهم يطيبوا هكا في الكيسات تاعهم. نشعل الفور على 180 درجة، نخلوه يسخن مليح، بعد نغسلو 160، نطيبوه مع 160 درجة. دوك نكمل حبات توعي نحطهم يطيبوا ونعاود نولي معاكم تشوفوهم في صحن التقديم. هاوك الكاطو بعد ما كملتوه انا حطيته في صحن التقديم، جا ما شاء الله. ننصحكم تجربوا هذه الوصفه بزاف بنينه، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر. سلام.